كتير بيسأل إيه معنى إن النظام السيسي ما بيردش على قصف معبر رفح لحد دلوقتي ولا حتى ببين. المعبر تم قصفه لتالت مرة، يعني انتهاك للسيادة الوطنية. ده معبر مصري فلسطيني، وقصف إسرائيل لو مش إعلان حرب فهو انتهاك لسيادة مصر الوطنية من جانب إسرائيل. الحكاية وما فيها إن صفقة القرن، المصطلح اللي بقالنا فترة بنسمع عنه، بيتحقق دلوقتي، وهو إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء. الموضوع إن إسرائيل دلوقتي بتدك كل شبر في غزة بالطيران الحربي، بتضرب تجمعات المواطنين في الأسواق والجوامع والمدارس والمستشفيات وعربيات الإسعاف، بتضرب حتى المقابر عشان الجثث ما تتدفنش. الخطة إنها تفتح معبر آمن يخرج منه الفلسطينيين في غزة للنجاة بحياتهم. المعبر الآمن ده يوصل لسيناء، والبوابة هي بوابة معبر رفح الدولي. لما هيخش أهل غزة سيناء مش هيتبقى غير المقاومة، وبكده هيكون سهل على إسرائيل إنها تدك غزة بشكل أكبر وتخش بالمعدات العسكرية تقضي على أي كائن حي داخل القطاع، وبالتالي مش هيبقى فيه قضية فلسطينية، وهيتعرض المسجد الأقصى لعربدة الصهاينة مستقبلاً بسبب إن مفيش حد بيدافع عنه. وده مش كلام بنتخيله ولا حاجة، ده تم الإعلان عنه. وجود الفلسطيني في غزة هو أمان للقضية الفلسطينية وأمان لمصر. غير كده انسى أي قضية، وانسى فلسطين، وانسى الأمن القومي المصري أصلاً. الكرة دلوقتي في ملعب الجيش المصري، هل هيسمح بتصفية القضية الفلسطينية؟ هل هينفذ خطة وعمالة السيسي مع مخابرات دول تانية بفتح معبر رفح ويبيع المقاومة في غزة ويتخلى عنها ويقضي عليها؟ هل ما أنش الأوان لوقف خطط السيسي وعملته؟ ممكن تقول إزاي يعمل كده؟ مستحيل. أحب أقولك، هو مين اتنازل عن النيل بسد النهضة وحقول غاز المتوسط وتيران وصنافير؟ مش اللي عمل كل ده مش ممكن يكمل تأمر على مصر ويصفي قضية فلسطين؟ الإجابة عندك أنت عزيزي المواطن. سؤال دايماً كان بيتسأل، هو السيسي خاين ولا فاشل؟ النهاردة الإجابة بتتأكد لحضرتك. الخيانة أنك تفرط في سيادة مصر، الخيانة أنك تبيع القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. تقدر تشوف ده بعينك وتحسه بقلبك، كل عائل يقدر يشوف ده، ولا عزاء للمنتفعين من وجوده. بنكلم حضراتكم الآن والشعب الفلسطيني بلا غذاء أو ماء أو كهرباء أو حتى وقود تقدر بيه عربيات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفيات. بنكلم حضراتكم دلوقتي وغزة مقطوع عنها الكهرباء حتى في اللي باقي من المستشفيات من غير ما يتقصف. الكهرباء اللي لما بتقطع عليك ساعتين انت عارف بيبقى الوضع ازاي، فما بالك بالأطفال في الحضانات والمصابين اللي بيتعالجوا، وغيره وغيره من احتياجات لشعب أكتر من 2 مليون إنسان. بنكلم حضراتكم وغزة مقطوع عنها كمان المية، يعني إبادة جماعية لأهل غزة، ده بجانب الطيران الحربي اللي بيقصف كل ما يتحرك على الأرض.